قالوا لي والله نسبة الرسوب عالية. فأنا بصراحة قلت ليش يعني المفروض يعني من الحقيقة هي عدة عوامل منها الملاحظ أنه مخرجات العملية التعليمية لوزارة التربية، هذا مو طعناً بوزارة التربية لأنه أساتذتنا الكرام يؤدون اللي واجب، ولكن اهتمامات الطلبة مع الأسف، لذلك مخرجات العملية التعليمية اللي تجينا المستويات ليست بمستوى هندسة. تعرف أنت الهندسة تعنى بالرياضيات، نشوف مستواهم بالرياضيات جدا ضعيف سنة عن سنة مع الأسف، إضافة إلى قبول نسبة عالية من الطلبة اللي هم خريجي المعاهد أو عفوا خريجي الإعداديات الصناعة، أيضا أثر على النسبة لأنه مستوى خريجي الإعداديات الصناعة الأوائل ولكن لو سوينا فد مسح إلى نسب النجاح نشوف نسب النجاح عندهم واطئة بالنسبة لخريجي الصناعة. فنتمنى من وزارة التربية أنه تقيم هذه العملية وتزيد من رصانة التعليم وضخ مواد رياضيات بحتة حتى تهيئهم إلى الجانب الهندسي.